يمر عام كامل على اختفاء غامض ل15 مهاجر غير شرعي شهر أكتوبر العام الماضي، قصة بدأت فصولها من شواطئ دلس وانتهت نحو المجهول، يقول جمال الدين بوشة. تفصلنا أيام وينقضي عام كامل، سنة مرت منذ أن وطأت أقدام 15 شابا هذا الشاطئ الصخري هنا بدلس قاصدين المجهول فوق قوارب الموت. اختفاء على طول مدته لم ينس عائلة المختفين أبناءهم، كما لم يهنأ لهم بال ولا خاطر. بعد 10 أيام عام كامل من اللي راحوا الحراقة هذو إلى حد الساعة ما ظهر حتى خبر عليهم، بعد ما جات الصحافة لعندنا عدة مرات، ولكن لحد الساعة ما كان حتى شيء لا جديد يذكر، ما كانش نطلبوا إذا كان صحة يعني راهم هنا في الجزائر عند السلطات الجزائرية يرجعوهم لنا، احنا ما ليهم خاصة الأمهات نتاعهم كاين اللي مرضت كاين اللي هبلت كاين اللي مش عارف كيما السكر كاين اللي يعني بزاف. أنا وليدي راح في 10 أكتوبر 2017 وقصدنا كاع السلطات وما بان حتى خبر، ودوك رانا نطالبوا وين راهم، يقولوا لنا وين راهم الى راهم عندهم. حسين ارزقي والد اصغر مهاجر غير شرعي بالمجموعه يتفقد المكان من حين لاخر دون عناء ولا كلل. الولد في عمره 16 سنه، هو صغير في الجروب اللي راحوا، ودوك في عمره 17 سنه، عندنا عام غير عشر ايام مازال ما سمعنا عليه حتى خبر. البلاصه هذه منين ديماراو هذه سموها سيدي مجني، والبلاصه هذه غار الحمام، منا اللي ركبوا الدراري اللي راحوا الحراقه ركبوا منايا، باسكو بلاصه مخبيه ما فيهاش لونتوراج باش يشوفوهم الغاشي وكذا، خرجوا منايا خرجوا على 3:30 تاع الصباح. تطوي قصة حراقة دلس بتاريخ 10 أكتوبر صفحة مليئة بالغموض والأحزان والحيرة لدى عائلات المفقودين في انتظار الأصداء، دائما يتشبث الأهالي هنا بكل حرف له صلة بقصة أبنائهم. في أخبارنا